الشفاء غاية يسعى لها كل مريض، وذلك من خلال تخطي المراحل الصعبة في العلاج، خاصة في أمراض السرطان التي يمكن قهرها والانتصار عليها بمزيد من الإرادة والعزيمة، وبالتالي الشفاء والعودة إلى الحياة الطبيعية. ومن خلال تجارب العديد من النساء، معنا اليوم بالاستوديو إحدى السيدات يلي رح تحكي عن تجربتها الخاصة بسرطان الثدي وكيفية اكتشافه وعلاجه والشفاء منه. بنرحب الأستاذة ملك كازون، وهي عضو في الجمعية السورية لسرطان الثدي، وأستاذة أيضا في معهد اللغات. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. صباحك أهلا وسهلا فيك. يسعد صباحك ملك، وبالبداية بنقول لك الحمد لله على السلامة. أكيد بدنا نعرف المشاهدين بالبداية قبل ما نحكي عن تفاصيل الشفاء والمرحلة اللي مريتي فيها، نعرف المشاهدين عنك بشكل أكثر. أنا ملك كازون، أستاذة متعاقدة بمعهد تعليم اللغات قسم اللغة الفرنسية، مزوجة عندي 3 أولاد وعايشة مع زوجي، أولادي مسافرين وعايزة مع زوجي بالشام، والحمد لله كل شيء تمام. هيدي كبداية. الحمد لله، ويعطيك دائما هيك طولة العمر والصحة والعافية. هاي البسمة يمكن هاي اللي بتميز كل سيدة استضفناها معنا بصباحنا غير، استطاعت ان هيك تقهر المرض وتتغلب عليه بإرادة كتير قوية. نحن آسفين، ولكن بدنا نرجع مع حضرتك شوي لبداية اكتشاف أول هذا المرض. أول شيء يكفي انه اسمه الشهر الوردي. هاي الكلمة لحالة، الشهر الوردي، تعطي أمل للسيدات، تعطي أمل للستات كلها. أنا وحدة من الناجيات. أنا إجاني المرض سنة 2004، ونحن هلأ سنة 2018. كيف إجاني المرض؟ صار معي خربطات نسائية، صار معي شوية شغلات نسائية، رحت لعند الدكتور النسائي قال لي روحي اعملي ماموغرافي. قلت له دكتور هيدي مهمة كتير. قلت له دكتور خليني خلص من الأمور النسائية بعدين بعمل ماموغرافي. قال لي اعملي لي ماموغرافي بالأول وبعدين بنحكي. بالفعل رحت فورا عملت ماموغرافي، قام طلع في كتلة. وقت اللي طلع في كتلة قال لي صار ضروري تروحي لعند دكتور السرطانيات وتشوفي بقى الحل. رحت طلعت الكتلة شوي كبيرة وتم استئصال تام. كيف تقبلتي الموضوع أول تم طبعا حتى ما تشخيص إنه حضرتك معك كتلة سرطان؟ نكذب على بعض يعني. صدمة أكيد. تماما صدمة إلي ولولادي ولزوجي ولعائلتي. بأول وهلة توقعت إن هي آخر الدنيا. هلأ ربنا شو بيقول؟ اعقلها وتوكل. مو انه والله ايه هو كله من ربنا وكله على الله، بس اعقلها وتوكل. انا ما بدي استسلم. دغري عملت الامور اللازمه، رحت لعند الدكتور قال استئصال، قلنا له استئصال، عمليه شو اسمه كيماوي، وهروا الشعرات كلهم. هروا الشعرات كلهم، صاروا احلى هلا على الصفر. هلا صاروا احلى. وبالفعل وتقبلت الوضع، وكان للحقيقه دعم زوجي، ولادي وقفوا ولادي قدامي بطريقه يعني صاروا هن يشجعوني انه ماما معليش وما انا اخر الدنيا ولك وينك عملتي العمليه وطبتي وصرتي منيحه. عانيت حتى نحكي دغري، الكيماوي بيعاني الواحد منه اكيد، له اثار كثير. له اثار صحيح، له اثار كثير، بس هالاثار كلها وقتيه. كلها وقتيه. هلا حبك لاولادك، حبك لزوجك، حبك لنفسك بالاول. نحن الله خلقنا وحبك للحياه الله خلقنا لنعيش. طيب اذا انا الله كتب علي اني انا اكون مريضه من مرضى السرطان، استسلم خلاص، انا ما بقى طيب، انا ما بقى خلاص، انا بدي موت بكره. هذا الموت بيد رب العالمين. يمكن الإنسان بيموت بحادث السيارة، بيموت بأي طريقة من الطرق، مو شرط يموت بالسرطان. صحيح. وهذا السبب اللي أنا خلاني كمل وعملت العلاج. وطبعا لهلأ نحن
شغلتنا بالجمعية السورية لسرطان الثدي هي التوعية. رجاء حار جدا لكل الأمهات، للرجال يقولوا لستاتهم، للشباب، للأولاد يقولوا لأمهاتهم، الكشف المبكر سرطان، لأنه درهم وقاية خير من قنطار. وعدم إهمال النفس، يعني أي قصص بتمر فيها الصبية أو السيدة، كثير من المشاكل والتفاصيل بتتركها يعني على مر الوقت وبتتراكم. هي نقطة كثير مهمة، يعني كنتي عم تقولي أنه قلت له للدكتور بعدين قال لك لا لازم تروحي تعملي تصوير وتتأكدي. إذا بتسمعي كلمة خصوصا عندنا المرأة السورية أو الأم، يعني دائما بتحط حالة تهمل نفسها وتحط حالة بالمرتبة الثانية، عائلتها وأولادها وزوجها بالمرتبة الأولى، وهي نقطة كتير مهمة. خلينا ننوه عليها ست ملك. يعني نحن لازم أنا بالأول، ليش أنا بالأول؟ لأنه أنا إذا بصيبني شيء العائلة كلها بتنخرب. كان أولادي لسه صغار، كان أولادي ما عندي ولا ولد مجوز، يعني أنا المسؤولة الأولى والأخيرة. طبعا الزوج له مسؤولياته برا، والست مسؤولياتها جوا. هي عصب العيلة صح؟ هي عصب العيلة. إذا أنت ما كنتي ما وقفتي قدام عيلتك بالدرجة الأولى، أنت ليش لحتى تكوني أنت للأولاد؟ وهذا اللي صار. بعدين صرنا قدوة والحمد لله، صرنا قدوة للعالم الحمد لله. عم نشترك ببرامج، عندنا نشاطاتنا. بعدين المرأة العاملة لتكمل شغلها، المرأة اللي ما بتشتغل وعم تكمل حملة التوعية هي كمان أكيد. وعم نعمل ندوات، وعم نروح على الريف، عم نروح على الجمعيات، عم نحث السيدات كلهم أنه روحوا عملوا سرطان، كشف مبكر عن السرطان. والحمد لله في كتير صار مراكز، يا أما ببلاش مجاني 100%، يا أما بأسعار رمزية. يعني هيدي عن جد عن جد الدولة كتير اهتمت بهالموضوع، وعم بتوفر مراكز إن كان مجانية بالمية مية وإن كان بأسعار رمزية. هيدي كانت كتير خطوة إيجابية، وعم نلاحظ إنه كتير في ناس عم تقبل على هذا الكشف المبكر. طبعا، ويمكن هذا الشيء لانه كثير له اهميه. حكيتي ببدايه حديثك انه لو انا عامله هاي الصوره من زمان صح، يمكن كنت اكتشفته بوقت ابكر وبمرحله يعني لسه ما انا كثير متقدمه. في كثير سيدات مروا معنا، كل سيده كان لها حكايه. بالزبط. سيده اكتشفته عن طريق الصدفه صح. سيده شافت يمكن حمله توعيه فراحت كشفت عن نفسها وعرفت. اليوم حضرتك موجوده بجمعيه اغلب اعضائها هن من السيدات الناجيات من سرطان الثدي. هذا الشيء قد ايه بيعطيكم يمكن قوه اكثر حتى على الاقناع لما بتكونوا موجودين باي حمله توعيه؟ ايام ناس ما بيصدقونا. انا مره كنا بجمعيه ناس قالوا لنا لا انتوا مش مزبوط، انتوا عم تحكوا. قلت لها بتحبي يعني تتاكدي؟ في ناس عملوا كشف مبكر ما اضطروا للاستئصال، في ناس صار عندهم استئصال جزئي. أنا من الناس الاستئصال التام. واستئصال تام أوكي، شو يعني صار استئصال؟ والحمد لله ليكك بألف خير. والحمد لله هاي الحياة، بدنا نكمل حياتنا، بدنا نضلنا مبتسمين للحياة، بدنا نكمل شغلنا. دعم الأصدقاء، دعم الأهل، الدعم المعنوي. يعني أنا بدي أخبركم خبرية. ابني وقت اللي هروا شعراتي، ابني انصدم بالأول، ما شفته إلا جاي على البيت وحالته على الصفر. قلت له ماما ليش هيك؟ قال لي دعم لإلك. بناتي ما تركوني ولا دقيقة. نوجه لهم تحية. يعني أكيد بوجه لهم تحية. يخليكي فوق راسك. الله يخليكي. الحقيقة كان كتير كتير دعم الأهل، دعم الأولاد، دعم الزوج، دعم الأصدقاء، كان رائع. هو اللي عطاني الدفع، هو اللي عطاني القوة. وأنا بدرس من زمان، بدرس بمدارس ابتدائي، بعدين ثانوي، بعدين هلأ مع تعليم اللغات. ما أثر عندي، ما خلاني إتوانى ولا هالقد عن شغلي أو عن طلعاتي. والحمد لله أكيد ست ملك، نحن دموعك غالية علينا وكتير عزيزة، ونحن دائما فخورين بالسيدات السوريات. مثل ما قالت سلمى، في كتير من النساء مرقوا معنا ضمن برنامج صباحنا غير، تعرضوا لمرض السرطان الثدي وقاوموه بشدة وتم شفائهم بشكل كامل. وما ميز السيدات السوريات هي
يمكن القوة الإرادة الموجودة بداخلهم والتفاؤل اللي عم نقدر من خلاله نستمد الطاقة والحياة والتفاؤل. خلينا نحكي عن الدعم، أشرتي لنقطة كتير مهمة، الدعم المعنوي، دعم الأهل، دعم الشريك. خلينا نحكي دعم الشريك للزوج اللي بدنا نوجه له تحية أكيد. زوج حضرتك لما نقول في استئصال لحالة الثدي بشكل كامل، نحن عم نحكي عن أنثى فقدت شيء من جسده، هون قديش بيلعب دور دعم الشريك المعنوي والنفسي لتكملي يمكن وتتحدي هيدا المرض. نقطة كتير حلوة أثرت فيها لأني حكيت فيها بالجمعيات وقت كنا نعمل ندوات، أنه أنت يا ست إذا صار عندك استئصال ثدي، صار عندك استئصال شقفة من جسمك، أنت جسمك كله ما راح. يعني أنت كسيدة أنت مانك مقيمة، أنا ما بتقيم إذا راحت شقفة من جسمي شو ما كانت الشقفة. أنا عندي حضوري، عندي واجباتي كأم، أنا عندي شخصيتي، أنا عندي شغلي، أنا ما بتقيم بسدي استقصل أو ما استقصل. هي أنا هذا والله بالجمعيات قل لهم يا ستات ودعم الشريك لا تفكر كمان أكيد دور. كان كتير متفهم لدرجة أنه بدي ركب سدي اصطناعي، أنا قلت لا، وزوجي قال لي لا، قال لي أنت على راحتي، عندك استعداد، بدك أنت أنت حرة، ما بدك أنا أبلان بدون هذا وراك يعني السيدات. يعني أنا الكلمة اللي بوجهها للستات ما نقصتي ما نقصتي، إذا نقص شيء منك مو معناتها أنت نقصتي. يعني أيام سيدات بتكون إيدها مبتورة، بتكون عايشة أحلى عيشة وعم تشتغل شغلة، بتكون عندها إعاقة معينة، هي ما أنا إعاقة، هي إعاقة مخفية، هي إعاقة مخفية، يعني بدها ما أنا عيبة، ما عم نعمل شيء عيب، هذا أمر نبنا ونحن تقبلناه وبالعكس تقبلناه. هو العيب الشخص اللي ما بيقدر يتقبل الواقع تبعه ويتعامل معه. وعن جد ندائي للستات إنه ما تستسلم، ما تستسلم، الطب كل يوم من أحلى لأحلى لأحلى، ومن تقدم إلى تقدم إلى تقدم، يعني ما عاد في شيء بخوف. صار السرطان، صار كل ما كنا بالأول نقول هداك المرض، كنا نقول المرض نخاف نقول إنه أنا مع، لا أنا بقوله وعم قوله على التلفزيون قدام العالم كله، إيه أنا معي مرض سرطان الثدي، الحمد لله أخذت العلاج المناسب وتشفيت منه، وأنا عم تابع حياتي وبكل ما يلزم يعني، وأنا بشكر زوجي بشكر أولادي أول شيء، يعني إن كان ابني ولا بناتي اللي وقفوا معي وقفة غير شكل، بشكر أصدقائي اللي ما تركوني، عن جد ما تركوني أصدقائي بيبي بمحنتي، وهيدا هو اللي خلاني، وطبعا إيماني برب العالمين إنه ربنا هو هيك بده، هيك قسم لي، وأنا مثل ما قلنا عقلها وتوكل، أنا عقلتها وما زلت كل سنة كل سنة كل سنة عندي التحاليل اللازمة بعملها، عندي صورة الماموغرافي بعملها، الإيكوغرافي بعملها، والحمد لله. الحمد لله. يعني اليوم مع حضرتك هيك عم نستحضر رسالة كثير مهمة لكل سيدة ولكل فتاة عم بتتابعنا، إنه تآمن بقدرتها على تخطي يمكن أصعب المراحل، المرض أو السرطان بالعموم بأي مكان بجسم الإنسان بشكل صعوبة كثير كبيرة، على الإنسان بيخاف من المجهول، بيخاف من نسبة الشفاء، الإنسان عدو ما يجهل تماما، ولكن حضرتك وكثير سيدات كنتوا مصدر للطاقة، مصدر للقوة ضمن صباحنا. رسالة بتحبي توجهيها لكل صبية ولكل سيدة عم بتتابعنا، وخصوصا بهاي الأيام، مو بس هذا الشهر الوردي ولكن بشكل عام بحياتهم لحتى يتجنبوا الوصول يمكن لمراحل متأخرة. أول شيء الكشف المبكر. هلأ إذا الوحدة، هيدا طبعا حكي الأطباء تماما، إذا الوحدة عندها هيستوري بيقولوا لها مثل يعني فرضا إمها، خالتها، عمتها، هي بدها تعمل كشف مبكر قبل غيرها. أما اللي ما عندها تاريخ ابتداء من 40 سنة، أما اللي عندها مثلا خالتها، عمتها، إمها، عندها بدها تبلش من سن 30، بتبلش بالكشف المبكر، وبإذن الله إن شاء الله بتلحقوا. كل ما كشفنا بكير، كل ما استأصلنا، يعني كل ما تحاشينا وصول المرض لقلنا.
هي بالدرجة الأولى بالنسبة لهذا. وبعدين اتباع النظام الغذائي الكويس كمان كمان هذا كلام دكاترة. السمنة الزايدة نعمل جهدنا أنه مثلا الرياضة، أنا مثلا إن شاء الله مع أنه ماني نحيفة بس أنه دائما بعمل رياضة، بهتم بحالي، بمشي كتير، نعمل جهدنا أنه نقدر نتحاشى أنه نوصل لا أكتر من هيك، وإن شاء الله ما بينعاد علينا كرمال هيك، كرمال هيك على طول متابعين حالنا طبيا مع الأطباء، مع التحاليل، مع التصوير الماموغرافي والإيكوغرافي من عيدة لمرة المليون. هذا أهم شيء لحتى نعمل كشف المبكر عن سرطان الثدي. نعم. ونحن بالجمعية السورية لسرطان الثدي ما عم نقصر بالندوات بالتوعية، وإن شاء الله نلاقي أذان صغير. أكيد صغير. بدنا نشكرك، وقتنا خلصت ملك قازون، نشكرك على وجودك معنا، نتمنى الشفاء لجميع السيدات المصابين بمرض سرطان الثدي، وأكيد أنت فخر لأرنا، بنوجه تحية لكل النساء اللي صدفناهن، قديش في عندكم إرادة وطاقة وتفاؤل، يعني وصلنا هلا ونحن قاعدين مع حضرتك. شكرا كثير لك. الحمد لله، شكرا كثير لك. شكرا كثير لك، شكرا لوجودك. شكرا لك.